اللغة الإنجليزية. طبعا الثوابت فقط اللغة الإنجليزية، ولا يقول لواحد ليش أستاذ، لأن الثوابت هذن للتمهيدي 100%. البارحة أخذنا 15 درجة كانت مضمونة للصف الثالث متوسط. اليوم إن شاء الله على بركة الله راح نبتدأ. أول شيء الملزم وياك طلابنا، ملزمتكم وياكم، يلا عيني. والما عند الملزمة خليت لكم رقم المكتبة موجود يمكم، تقدر تاخذها مناسبة كل سعرها أحسن، أو تريد تكتب راحتك، أنت شنو اللي عجبك أنت سوي. بداية ثوابت، نروح على الأشياء باليونت الأول، تمارين اليونت الأول. عندنا صفحة 13، صفحة 13 طلابنا الأعزاء وياي أشر. هنا يقول write the opposite, some opposites are different words. اكتب المعاكسات. صفحة 13 أريدها من عندك معاكسات ذني. أولا terrible وbrilliant, dangerous safe, expensive cheap, old new, boring interesting, ugly beautiful. old fashioned عكسها modern, حديث. difficult صعب عكسها easy سهل. dark مظلم جديدة هاي عكس light طبعا مشرق. short قصير long طويل. هذن معاكسات طلاب. أما يجين من هذا المعاكس أو انتبه لي طلاب للأعزاء، عندنا ذن ثلاث معاكسات ركز عليهن، قاعد أقول لك ركز عليهن. important unimportant, happy unhappy, comfortable uncomfortable. شلون يجين السؤال مالتهم؟ قلت لك راح أشرح لك ياهن والثواب الذني. يجين السؤال، سؤال الرابع، سؤال الرابع انتبه، فرع بي، يا فرع، فرع بي راح يقول لك يحل لك وحده، يقول لك old new. انت راح تعرف انه old عكسها new، راح ينطيك يقول لك مثلا كلمه ugly، وهاي دائما تتكرر بالوزاري فراغ. شو راح تحلها؟ انت اذا ما حافظ ذن السهلات راح يكون عندك شويه مشكله باللغه الانجليزيه. فش راح تقول له؟ ugly عكسها beautiful. شنو عكسها؟ beautiful معناها جميل. خلاص اكتب له جميل والسلام. جيد، شنو ذن الثلاث اللي قلت لك عليهم؟ شوف ذني فقط تخليلها يو ان ومكررات بالوزاري طلاب. اوكي، يقول لك هنا مثلا important، شني عكس important؟ فراغ. يحل وحده قدامها لو ما يحلي؟ نعم يحل لك وحده قدامها. مثلا يقول لك short صارت long، important شو صير؟ تقول له unimportant، فقط تخلي قدامها يو ان unimportant. ذني سهلات والطلاب تحبهن. اوكي، هذه بالنسبه للصفحه 13 راح ناخذ المهمات التمارين هنا باليونت الاول على مود نبلش بالقواعد مالته على بركه الله. جيد، عندنا سؤال او صفحه 15 التوصيلات. طلاب قلت لك ملزمتك وياك، اريد من عندك التوصيلات. انتبه للتوصيلات. ايش راح يقول لك؟ راح ينطيك التوصيلات بالطريقة التالية، أنت تحفظ لياهن. بداية تحفظ لياهن sweet ويامن way shop، شو تصير؟ محل حلويات. car park موقف سيارات. information desk مكتب معلومات. disc breaks قرص مكابح. insect proof مضاد حشرات. air bag swimming pool. video game sun roof. letter bin shop assistant. شلون راح يجينا هذا السؤال؟ وبيا سؤال ألقاه. طبعا شرحت للطلاب اليوم وقلت لهم انه اكو خطأ
بتقسيمهم للدروس، وهي انه الطالب التمهيدي يعتبر الدخول باربع دروس، وهذا الشيء خطأ. وانا شرحت لكم بريلز ونزلته، وصدقوني من انزلكم شيء ما اقصد من عنده انه احطك ولا اقول لك تعال، بس ما اريدك تنغش وبعدين تنخدع وتروح معليك سنة كاملة. اوكي، فالدخول مالتك يكون بخمس درجات، بخمس دروس. اوكي، نجي شلون راح يجي هذا السؤال. راح يجي السؤال بهاي الطريقة. ايش راح يقول لك يا سؤال؟ سؤال الثالث فرع سي. جيد، راح يقول لك تلقى كلمة ماتش. شنو ماتش؟ معناها واصل. مو بس ماتش، يقول لك ماتش the words from list A to list B. الكلمات راح يقول لك أولا sweet، شوف، ثانيا car، ثالثا مثلا نختار air، رابعا sun، خامسا مثلا video. لاحظ هاي هنا القائمة أي خلالياها من الكولوم الأسود. جيد، راح قائمة بي راح يكتب ليها على شكل حروف، وركز وياي. ايش راح يقول لي؟ احنا بارك، انتبه، بي باج، سي شوب، انتبهوا ياي بهالطريقة هاي تجيني بالوزاري. اوكي، راح يقول لي شوب، ودي روف، و اي راح يقول لي جيم. جيد، هذني طلاب، ذني ثوابت، وذني ما يحتاج اقول اللغة الانجليزية صعبة. ليش؟ لان عندك ذني كم تمرين ضامن منعتن سؤال 100% جايني. خلاص اروح اقرا هالسؤال اضبطه، يصير عندي سؤال بالجيب، يعني نفسيتك ترتاح، راح تحس انه اللغة الانجليزية مو فقط قواعد وشي معقد. تمام، طريقة الحل بالوزاري، انتبه، طريقة الحل في الوزاري مو تروح تخلي الخطوط وتضيع انت سويت ويا من قريتها هنا بالملزمة، ويا من قريتها صفحة 15 ويا من قريتها سويت مع شوب، تروح تبحث سويت ويا من مع شوب. شوب يا رقم يا حرف، حرف سي. اذا واحد، انتبه، سي من تاخذ شي تحذفه، واضح؟ من تاخذ شي تحذفه. جيد، رقم اثنين، راح نمشي بالافقي على مود الورقة. جيد، كار ويا من قاريها انت؟ كار مع بارك، صير موقف سيارات، اذا كار مع بارك اي، خلاص هاي اي. ثلاثة، يا هي اير معناها هواء، ويا من مع باق، موجودة باق؟ نعم موجودة. يا هي احنا قلنا نحذفهن، ناخذ انا بد ما نرجع عليهن نشتبه بيهن. جيد، اير ويا من مع باق، اذا بي. ورابعا اللي اخذها قلنا نحذفها، صن ويا من قاريها؟ شوفها، صن معروف، شوف. اذا ايش راح اقول له؟ راح اقول له صن معروف دي، اللي هي اربعة مع دي. وخمسة الاخيرة فيديو جيم، العاب فيديو. خلاص هاي كلها تجي تحصل عليها خمس درجات بالجيب. اوكي، خمسة وخمستعش درجة البار حطيت كياهن مال القطعة الخارجية، ايش صار عندك؟ صار عندي 20 درجة. واضح؟ راح نعطيك الثوابت 100%. زين، هذا التمرين قلنا حفظ، لان راح انزل لك ان شاء الله باكر اسئلة عليه. التمارين اللي قلت لك عليهن باكر انزل لك اسئلة عليهن تحلهن بقناتنا، قناة التليجرام، واجب تشترك بيها.
لأن بيها امتحانات وبيها أشياء مفيدة لك. أوكي، تريد تشترك بال يعني عندك دورة موجودة أيضا، عندنا دورة الكترونية تريد تشترك بها حالك حال زملائك، كلش مناسبة يعني، سعرها كلش جدا جدا مناسب. عندنا تمرين صفحة 19، شو يقول؟ يقول استخدم use words in the box، استخدم الكلمات صندوق، هاي الكلمات استخدم لياهن to complete the sentences. وهذا التمرين وبعد كم تمرين وياه هذن التمارين تحفظهن مثل ما تحفظ اسمك، لأن هذا التمرين الوحيد اللي يجين بسؤال الثالث علي 10 درجات. تعرف ايش قاعد اقول؟ ما قاعد اقول درجتين، ما قاعد اقول درجة واحدة، قاعد اقول 10 درجات. تمرين الاسقاطات كيو، شنو معناها؟ وهاي مكررة وزارية. كيو معناها طابور، هارد ووركينج معناها مجتهد، ماجينيتيف معناها خيالي، بوت معناها شني شاعر، patience معناها صبور، وprize معناها جائزة. زين، راح انطيك موجودة بالملزمة تكتب وياي وتأشر قدامك، شلون راح اختار؟ انت ذن كتبتهن جيد. My brother is very فراغ، اخي هو جدا فراغ، وهاي جاءت 2023 العام. My brother is very فراغ، he always does extra homework. خلي لي خط تحت كلمة homework، واجب بيتي، تختار وياها hard working، مجتهد. اخي هو جدا مجتهد، غالب دائما يعمل واجبات اضافية. شفت؟ اذا انا حتى بالاسقاط ما ظليت يعني لازم احفظ السطر كامل، لا، شو حفظت؟ حفظت هارد ووركينج مع هوم وورك، واثنينات لازم احفظ معناهن. وياي طلاب ركز، ثاني وحده جاءت 2022، حسن was so pleased when he won first فراغ. حط له خط، شو يقول؟ يقول حسن كان جدا مسرور عندما فراغ، هاي خليه خط تحتها won، ربحه first فراغ in the poetry competition، في منافسة الشعر. ايش ربح؟ prize، جائزة. إذن won مع كلمة prize، قاعد سوري الحمد لله العفو، تمام، won مع كلمة prize وهي جائزة. It is important to be، من المهم أن تكون، when you are writing poems. حط لخط تحت كلمة writing poems، شنو معنى كلمة writing poems؟ معناها يكتب قصائد، يكتب قصائد. جيد، إذن شو خلي لها؟ أخلي هنا شني poet، من المهم أن تكون طبعاً سوري imaginative، خيالي، واسع الخيال، واسع الخيال. من المهم أن تكون imaginative when you are writing poems، عندما تكتب قصائد، ركز عليها. writing poems تكتب قصائد مع كلمة imaginative، مو تأخذ لي poet، poet شاعر، لا، هسه راح أقول لك شنو الشاعر كمان. جاي وزارية، وأربعة اكتب عليها وزاري مكررة أكثر من سنة، اكتب عليها مكررة أكثر من سنة. The فراغ was so long، حط الخط تحت كلمة so long، دلالة الاختيار اللي راح أقلك إياه. It came out of the door، the queue، الطابور، the queue، الطابور كان جدا طويل. It came out، خرج من الباب، يعني السرة، خرج من الباب. I have a lot of فراغ with young children، young children لدي الكثير من
شني الكثير من البيشنس، لدي الكثير من البيشنس، لدي الكثير من الصبر. With young children، مع الأطفال الصغار. جيد، هسه هاي عرفنا young children وياها كلمة patience. هذا التمرين علي 10 درجات بالوزاري. His dream، حلمه، was to be famous، فراغ. هاي العبارة كلها تعرفها على كريم، انت قاريها. حلمه أراد أن يصبح فراغ. شو يصبح؟ poet. شنو poet؟ معناها شاعر. أوكي، حلمه أراد أن يصبح شاعر. طلابنا الأعزاء، هذا التمرين احسبها وياي، وتمرين صفحة 15، تمرين صفحة 15 و13 ذن باكر إن شاء الله راح يكون بيهن امتحان مع تمرين التعاريف. التعاريف أيضا بسؤال الثالث، سؤال الثالث علي 20 درجة طلاب. أكثر سؤال الطلاب تطلع من عنده درجات، سؤال الثالث، سؤال الرابع، سؤال الخامس. سؤال الثالث، سؤال الرابع، سؤال الخامس. الخامس اللي إن شاء الله تعرفونه، سؤال الثالث اللي هو توصيلات، إسقاطات، ذني، وتعاريف، والخط. 20 درجة صدق 20، وانطيتك القطعة الخارجية 15، هاش قد صار 35، والإنشاء 15. خلاص لا تروح تبحث لي بالمواد الثانية اللي ما مضمون نجاحك بيها. هذا الإنجليزي مضمون نجاحك، بنقول لك أعطيك الأساسيات وانطيك الأشياء الثوابت، خلاص انطيك الثوابت. يلا، هذا التمرين أيضا تمرين صفحة 18، يقول It makes cars, boats and planes move، تجعل السيارات والقوارب والطائرات تتحرك. كلمة move تختار وياها كلمة engine، معناها محرك. تجعل السيارات والقوارب والطائرات تتحرك، من هي engine؟ معناها شني؟ محرك. Words and pictures، words and pictures كلمات وصور. خلي لي خط اللي أكررها وأعيد لك إياها، هاي تخلي لي خط تحتها. Words and pictures to tell things، تساعد لبيع الأشياء. شن هي؟ adverts. شن معنى adverts؟ معناها إعلانات، تساعد لبيع الأشياء. A person who helps others، helps others، يساعد الآخرين. شو نصيح له؟ helpful، helpful. ممكن واحد يقول ناخذ help و help، لا خطأ، لأن عنده هنا بالثاني بالبي، شوفها تجينا أيضا help. جيد. You can monitor أو monitor your health، monitor your health يعني تراقب، monitor your health تراقب، هاي جديدة وزارية دير بالك ليها، السنة ضافوها. تراقب صحتك. With this advice، this advice يعني هذا الجهاز. شنو هو؟ smart watch، smart watch ساعة ذكية، ركز عليها. زين، سؤال الآخر والأخير يقول three or more people waiting in line، ثلاث أو أكثر، ثلاث أشخاص أو أكثر waiting ينتظرون in line، يعني ينتظرون في line. line معناها خط. شنصيح له؟ ثلاثة لازمين سرة. شنصيح له؟ ساد كيو، نفسيتها اللي بالإسقاطات، عافية بالبطل. إذن هذا التمرين من التمارين المهمة واللي ثوابت تجيني بالوزاري. ركزت وياي؟ تمام طلاب، صار عندنا كم تمرين؟ صار عندنا 4 تمارين، صفحة 13 وكذلك صفحة 15 وصفحة 18 و19. إن شاء الله راح يكون باكر امتحان بيهن، وأنا أستميحكم عذرا لأن شوية الصحة مو تمام. أوكي طلابنا، اعذرونا، خاف ما طولنا وياكم بالشرح، لكن صحتنا شوية مو تمام، أرجو من عندكم
الدعاء لإخوانكم المرضى والدعاء لإخوانكم بالنجاح، وإن شاء الله من نجاح إلى آخر حتى اعتلائكم أعلى المراتب. يلا طلابنا، صبحوا على خير وإن شاء الله أشوفكم في أعلى المراتب. السلام عليكم.